فاقت بيروت عبكير واستقبلت الربيع وفي عصفورة طايرة تتحقق حلم. بونجور علي، شو خبرنا؟ حاضر هالبروغرام؟ انت جديد اليوم؟ اكيد كتير بتحبه لخدمة حلمك. اصلا اذا بتقول عكس هيك بطل تصور. وهيك علي فهم الدرس وفهمكن كفاية. احنا اليوم نهار جديد من خدمة بحلمك، بدنا نروح على صغيرتا. وعوني قبل الضو، الله وكيلك. من على بكرة الصبح نضال عم بدق لي تنوع وعينا جينا، طلعوا هن مأخرين، مش مشكلة. رايحين لعند عيسى وسيدة، كوبل كتير مهضوم وبيستاهلوا عن جد نوع بكير. منروح لعندهم ونكون عم نحقق لهم حلمهم المتواضع. شو هو حلمهم؟ رح نعرف بعد شوي. أول شي هاي صبايا، حلمين أنتوا اليوم كتير. ليكو حلم مين اليوم حابين نحقق؟ اليوم اتعرفنا على شخصين بعقلوا سيكون بصغرتها. مظبوط، عيسى وعيسية. حلو. تعرفنا عليهم ثرو جمعية اسمها لفتات من القلب. لفتات من القلب. من القلب. عيسى وعيسية شخصين بعقلوا، لخلي ديالا تشرح لكم عنهم أكثر. هي راحت شافتهم لايف. أول شيء هن تيتا وجدو، عمرهم 85 سنة والعمر كله. أهدم تيتا وجدو ممكن نلتقى فيهم، ما عندهم أولاد. بس قد ما رح خبركم قد ايه هن محبين ما رح أقدر أشرح، ففينا نشوف الريبورتاج سوا ونرجع نحكي شو ممكن نحقق لهم حلم. يلا. شو ممكن يكون حلم اتنين قطعوا عتبة 80 يا ترى؟ مشوار ديالا عصغرتها طويل ومهمتها مش هينة، بس لفتت من القلب كانت ناطرتنا على الطريق. انا رح دليكم على بيت عيسى وعيسي. هلا نحن بنعيط لهم عيسى وعيسي، بس هني على فيسبوك وقت شفتوهم عيسى وسعيدة. خبريني شوي عنهم. ليك هن ثنائي كبير بالعمر، ما عندهم اولاد، بس وضعهم المادي جدا مأساوي مثل ما بيقولوا. عيسى بيشتغل بحكم عمره، يعني ايامات بيروح على الحقل يجيب سليق، نوع سليق بيسلق، يعني بيسلق وبيبيعهم. اذا اشتغل منيح بقضية الجمعة بيقدروا يسمحوا لنفسهم يشتروا نص كيلو لحمة بالجمعة. نحن جمعية لفتات من القلب كل سبت بتعمل غدا، بيجوا هني على الغدا وبنطلب منهم انه يجيبوا علب معهم تنرجع نعبي لهم اياهم اكل على القليل، لانه منطمن بالنا في شي يومين ثلاثة انه مغطيين من تشكيلة اكل. بحكم وضع الصحي الكتير، يعني اذا بدك شوي بشع لانه بدال ترجف كتير، وبعدها انه مصيرة مثلا كل يوم تطبخ له لجوزة، انه بحبوا بعض. ايه بعد في الف بيناتهم. هاي دول الثنائي يلي بيكون يمكن عايش عمر طويل مع بعض، قطع عليه الحلوة والمرة، بيعرفوا قيمة الشخص يمكن. مظبوط. نحن بتلفزيون جديد برنامج خدني بحلمك، منفضل ما يعرفوا من الأول إنه نحن قصدينهم تنعملهم سيربريز أو هويتنا الحقيقية. أوكي. بونجور. أهلا 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 وسهلا. أهلا وسهلا، نشكر الله. يلا عد ايميلي هاو. يلا ما تتعبي بقى، ما تتعبي. انا بشيل. يلا انت قاعده انا بشيل. ست عسيه، انا جايه من بيروت اتعرف عليك. قد ما باولا حكيتني عنك وبتحبك صرت انا احبك بلا ما اعرفك، فاليوم جايه اتعرف عليك انت وعمو عيسى. وين عمو عيسى؟ روح عالصين. وغير السليق، يعني وقت يروح جدو عيسى على الجنينة على الحقل ويجيب السليق، وين بتبيعون؟ بتحطوا بسطة بالسوق بتبيعون؟ لا لا، كلن بيعرفوه. صرنا هلا 40 سنة بصغرتي. ايه 40 سنة. لا كلن بيجوا لهان عني بيقولوا ايه، لا ما بيبسطوا تنهاني بيجي. قدي بس يوصل الزلمة ومرته ويتعبوا بهالحياة يوصلوا يلاقوا ما في حدا حدون، قدي صعب. هذا الحب
بوجهك مسر. ما عندي مي لا مي الا الشرب ملي من برا. من وين من برا؟ عندي جيرون احنا وكثير بيحبونا بيعطوني مي، بعبي مي برا وبجيب مي للشرب منهم، وبيعطوني مي للغسيل وللسليقو. وهي الغسالة اللي عندك القديمة؟ ها في حويش للشغل يما بيروح على الشغل. ايه وخسلون وبنظفون وبحطنها. اوكي. ايه وبحط. وتيب جدو عيسى تبع الشغل؟ ها ها للحقلة. هاي شو هون؟ او الله يحرقين. كانت خي جاب ليها زيد وبرية يا الله لا يحرقك احترق بيتا لكي كيف من دوم هذي في غوض بدو يطفي فتحه يم الفتحه واجي تعال نقعد شوي فرجينا وين السليقات هيدا هيدا كروب يقولوا اجا ما في زرتاوي ما بيكو ريحكو حلو هيك كروب شومو هيدا ريحته كنا نحطه بالزيت نحطه بالزيتون يوم تكسي زيتون اخذه نحط مزبوط بس مانو هيدا كون يابس لكن عايشين عسلي واللحمة اي متى بناكل لحمة؟ رغيف خبز وبصلة ونشكر الله شو في انواع سليق بتطلع هون بالشمال هيدا الكروت هيدا بيقولوا له كروت حتى كروت اوكي هيدا شو دم بالفرس هيدا بيهرموه طيب دم بالفرس طيب ماشي لاحظتي غادة أول ما فتت ما بتعرفني تغمرني وتبوسني قد منا وضيافة ومحضومة مش معقول شو حلمهم؟ هلا بهالعمر وبوضعهم وقد ما عزت نفسهم كتير كبيرة الكلمة اللي كانت على لسانهم ما في شيء مهم يا ستي ما في شيء بيحرز أنتوا اللي بتحرزوا أنتوا المهمين فحسيت إنه إذا ممكن نعمل لهم شيء عن جد يبسطهم هو انه نكون مثل اولادهم بنهار ونظهر نحن وياهم كعائله بتصور هيدا الشيء كثير رح يفرحهم ايه معك حق انا بحس انه بهيدا العمر ببطل الاشخاص هن بينظروا للامور بطريقه ماديه بصير يهمهم اكثر انه يكونوا يمكن موجودين مع عالم بحبوهم مع ناس هيك بيهتموا فيهم اكثر هلا في اشياء اكيد ناقصتهم بالبيت هون ما بعرف جوانا نور قد ايه عنا إمكانية نعمل ورشة عنا وقت تنعمل ورشة إذا بدنا نظبط نكسر نظبط هو ديالة إذا بدنا نقول أنه جمعية لفتات من القلب هي أوريدي بدها تعمل لهم شيء بس نحن ما حنقدر ننطرهم يعني لنكون فرد نهار عم نعمل ورشة كبيرة فخلينا نحن يمكن نأمن لهم اللي ما حيقدر هيدا الشيء أول شيء شو رح تأمن لهم الجمعية؟ بدها ترمم لهم البيت بده ترميه بس في اشياء ما فيهم يعملوا لهم اياها يعني نحن مثل ما قالت انه نكون يمكن هن رح يهتموا بالبيت البورتاج المي بتزق المره المي من برا عنا امكانيه نجيب خزان اكيد نحن فينا نجيب خزان للبيت ونوصله ونظبط لهم موتور المي اللي عندهم اياه مش ماشي عظيم اذا كان عنا امكانيه بهيدا النهار نظبط المي ساعتها صار فينا نجيب غساله اوتوماتيكي بعدها بتغسل على ايدها سو خزان مي غسالة اوتوماتيك اذا في جمعية رح تهتم هي بالترميم سو نحن فينا نهتم من جوا من جوات البيت نور نحكي بابلا خبرتك شيء عن فيترين عندها اياها بالبيت هي صار عندها ماس كهرباء حطيتها بالمطبخ احترقت البوفيه كنت كثير بحبه هيك بوفيه ازاز فاذا فينا نأمن او دروسوار او بدك يعني دروسوار فيترين صح صح في فينا
فيترين، دريسوار، غسة. طيب إذا جبنا الفيترين كمان بقلبها نحن بحاجة لأغراض من صحون، ملاعق، كبيت. سو نحن فينا من على البيك ديلز إنه نأمن لهم أغراض تعبي الفيترين فيها. هي ما عندها أنف نجين وصحون و... كمان الطاولة وقت وصلنا لاحظتوا إنه عزنا على مصطبة برا وطاولة بركي طاولة صار. بس فينا نأمن لهم مونة للبيت؟ اوكي ممكن نحكي سبينس بيساعدونا انه نمون لهم ونعبيهم البراد والمطبخ هم سبينس على طول بيساعدونا على طول سبينس ايه ايه هل حنجيب لهم طياب حلوين؟ اذا هنفهم؟ ايه نعمل ايه بس نعمل من صغرتها بدي حدا يساعدنا اذا بدنا في سليق وباع يعني مشي يعني عربية يعني نضال رح يطوشني بيعي وشوب وبدي امشي بدي حدا قوي بدي شاب قوي شاب يعني هالمرة مين عنا عبالك حدا يغني لك يعني ولا حدا يعمل لك شيء انا على عبالي توني عيسى معقول ولا لما بنجيب حدا عن جد كوميديان لما بنجيب حدا عن جد مخضوب انا بحب عباس شاهين كثير شاهين؟ ايه وبحب كثير فؤاد يمين فؤاد معقول نحكي حب التي في اليوم بتصور بغني لك ما بقى تسميني ايه خلص ما بقى خلينا احكي ايه ضيفنا كتير 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 مهضوم وانتو كتير بتحبوه فؤاد يمين فؤاد منعرفه بأكتر من مسلسل وأكتر شي منحبه بالشي أن أن لأنه هو بينعرض على الجديد فمنا نحبه كتير وشفناه مؤخراً بالسيدة الأولى ببينجو وأكيد هلأ عم بيصور لأن كل ما دقله بيقول لي هلأ عم صور بطلع معك بالحلقة الجاي وأخيراً فؤاد ضيفنا بهالحلقة يعني ما تسميه دارين ولا تعصبي الحلو ببرنامج خدنا بحلمك انه كل مره بيجي ببلش تصوير بتطلع الشمس هيدا احلى شيء بنكون على اساس مسقعين بيرجع بيزبط الطقس بلس يو حياتي انتبهي على صحتي مش وقت تمرضي في ناس ناطريني بونجور يا حلوه وين واصله وين بدك انا طالع صوب صغارتك انا كمان كيف ساعة بيت؟ ما معقول مش متفقين لا ابدا لا يلا في حد هون علي بدي اعزبك على مول معروف علوش صديقي قطعنا مول معروف يعطيك العافية هاي فؤاد كيفك؟ شو هالضغط كله؟ شافا ليك عملت عملية لأنه عنجد؟ ايه لأنه آخر فترة شوي فحوصات الدم كانوا كوارث عم يطلعوا باي لك هو نحن بصغرتها رايحين باي الأحلام موزعة على كل الناس ونصيبنا اليوم يكون الحلم صغرتاوي وفؤاد يمين عايش حلمه اليوم مع دارين لأنه عملت فحوصات الدم اتطلع الحكيم هيك غيب عن الوعي قال لي فؤاد أنا صار 40 سنة بحكي ما شفت بعد هيك نتائج بفحوصات الدم بس والله قد ايه كنت حمار بالمدرسة شاطر بفحوصات الدم هالقد عالي علمات عالية عالي. أكيد أهلك شنو هلا أهلي بضلوا جنين من غير شي بضلني معذبهم أنا وبضلني شايطن وهيك طب في حدا تاني زعيم يعني هيك غير الأهل بتعرف الصبايا إيه؟ أنا قصدي صبية إيه في 17 صبية زالوا لا قصدي رفقاتي طب خطبت؟ لا مش خاطب طلع علي نصيت أنا وميرزا إيه لأنه بس تبعد يعني دارين كل الليلة نعيد وكل الليلة نعيد وقال له للمخرج ما عم تزبط وتقول ليك وهون زحطت وهون ما زبطت أنا قلت أكيد فؤاد هلأ ما حتزبط معه بالأول يا ربي حتى يعيدها عم قلت كل الليلة لينا نعيد آخر شيء صارت إنه ميرزا أنا فؤاد شرفت ليك أنت بتمثل أحسن من هيك ليه على هاللقطة بالذات يعني عم بتعلم طب في أسألك كم مرة عدتوها للقطة؟ اللي ذكرون أو من بعد ما غبت عن وعي؟ لا اللي ذكرون اللي ذكرون شي 17 شو كل انا كشكش فيها لميل بهم الاخر يعني عرفت تطلعني
يمكن كان لازم نحط انه الحلقه للي فوق 18. مالك تسالي انت خليها تسالي بتاكد. لا دهب احلى شيء بالشان ام كنت مسعده انا عم بحضركم مبسوطه وهيك شوي بنجيبوا سيرة الطقس او شيء هيك. ما فينا طيب ما فينا بنوجه لك تحيه. طب ما انت بتعرفي شغله انه نحن كل العالم يلي منحبهم مننكت عليهم نحن لانه منحبك مننكت عليك مش لانه ايام ثيابك غريبين او ايام تحكي قصص بلا طعم. لا مش هيك نحن اصلا نحن منحبك بس سيريس نحن كثير بنحبك. انت بتعرف انه في صداقه مع التيم انت رفقه مع كل شيء الان هالعالم ما بيعرفوها برات كاميرا. سلام انت وياه ما تكبرت ولا مره. فكره مش معقول انت شو اهدى من سلام. لا ما فينا نقول هيك هو ايه بس ما فينا نقول. بيقول انه اليوم كان مشوارنا فعلا هو كان طويل بالوقت ولكن مع فؤاد كان قصير لانه مع فؤاد ما فينا الا ما نكون مبسوطين وعم نضحك. اخباره لفؤاد ما بتخلص وانتقاداته بطريقه حلوه وبمحلها يمكن تكون ساخره بس ما بتاذي. زمري 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 صرنا بالتنال تعفي هوا تكلنا صغار لكن نحن هون اي منطقه شو هي زمري الجنرال هون هون زمري الجنرال. هلا وقت نقرب على صغار تبعنا زموت تبع سامان فرنجية بس ما هي زيتها صار الجنرال والحاكين نفسهم بدنا نعمل لهم زموت بدك لازم نخلق زموت لحظة بركي ليك شو تا 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 جو تا 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 حاكيم ليك بدنا نلاقي زموت هلا بصغرتها فرنجية تقال لك شو مشهورة فوق فرنجية وعيدة وراي تو تو طوئية تو تو طوئية سليمان باك فرنجية سليمان باك فرنجية. هاي تعلمت أنا كنت أعرض مع مسرح الدمى اللبناني صح وكنت فوق مرة كان عنا عرض فبنص المسرحية بيوقف ولد في 500 ولد ولك تو تو طوئية وخمسين ولد سليمان باك فرنجي وليبيا صرنا نحن وقفنا هيك وقفنا العرض كنا حاملين الدمى حملنا الدمى هيك صرنا على جنب حاطين الدمى خلصوا الشباب طو 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 ايه اوكي فينا نكف العرض. عرفتي ولا بصير في جريمة بحقنا اذا ما احترمنا الطو طو طو نحن انا قوات شو حالة شو حالة حالة ولا تحبك الله قوات حكيم بس ما تحبه لفرنجي بنحب فرنجي للجنرال كمان ما بينحب في اهضم من الجنرال هلا لحظه في اهضم من الجنرال الجنرال دائما عملنا هيك يعني نحن بشان انا ما في جنرال بيوقف اكيد دائما في ماتيريال إيه؟ بس عن جد عن جد بغض النظر اذا بتتفقي معه سياسيا او بتتفقي معه سياسيا ما فيك تنكر انه زلمه مهضوم. انا اصلا كثير بطلت حب الحكيم من وقتها ما بين الجنرال لا ما اتفق مع حرام والله حرام. لا عملت فينا هيك ليكي والله عادة المسيحيين كانوا يحبوك يا حكيم ما بعرف شو عملت كنا معصومين ومرتاحين وهيدا ليك كنا متفقين على موعد انا ودارين انه 8:30 بنلتقى ودارين نص 11 الا ربع. انا بعرف سامع قبل عن دارين بالتي في انه ولا مره بتوصل على الموعد بدها كثير وقت تظبط حالها تتحط الاكستنشن تهتم ببشرتها وتنقي اي تياب واي شروال او جينز مخززه او هيدا عرفت ايام بدها تبين اضعف وبين احلى من الثاني اللي بتقدم الطقس كون انا احلى منها يعني كل هول اللي اخذوها شويه وقت بس وصلت اخر شيء نشكر الله. الطريق كنا متنا 6 مرات بعتقد انه على الطريق كان في مجموعه قديسين عم يحمونا قديسين من الشمال هيك طالعين على الشمال وقال لك كنا تحبشنا يعني بس الاكيد منه انه كان كثير فن كثير تسلينا كثير ضحكنا. دارين عن جد يعني بتحسها قلب هيك وعنده ايدتين وجرتين قد ما قلبها حلو وكثير كثير انبسطنا على الطريق وكثير ضحكنا وعن جد الحلو فيها لدارين انه بنعرف بعضنا انا وياها وحكيم مع بعضنا بس اليوم هيك كان عندنا مثل وقت اكثر ندردش ونفوت واكتشفت انه انا وياها كثير فينا نكون رفقه حلوين يعني. مبروك صداقتكم الجديده ومبروك لعيسى وعيسيه الهدايا اللي عم تنقيها ديالا. بونجور كيفك عامر منيح تما ننزع مفاجاه تيتا وجدو ديالا راحت بالسر واشترت لهم الهدايا والهدايا اشكال والوان. ميرسي كثير لكم ميرسي اليوم تعبنا ديالا شوي زياده بس كرمال عيسى وعيسيه معلي بونجور
اليوم بدنا نعمل شوبينج لمرة مسنة عمرها 85 سنة. فبدنا ألوان دافية، أسود، كحلة. يا عيني عليكي، يا عيني عليكي. هيك كمان خرج عمرها. ايه خرج عمرها. بتعرفي شو بعد بدنا للتيتا؟ بعد بدنا فولار. هلا اجى وقت البيت والوقت عم يخلص. غسان انت كنت معنا وقت طلعنا على صغرتك. هيدي بنلبق لها شيء ثاني مثلا. هيدي وبناخذ لامبادير. يلا على صغرتك. لا بعد في شوية فرش من هون وهون وهون وبعدين على صغرتك. بونجور، كيفك؟ منيح؟ بخير الله. نحن وياك عند البيج ديلز، يعني عم نحقق احلام. اهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نفرش بيت تيتا وجدو، كبار بالعمر. كثير منيح. اوكي، بدك تساعدني شوي؟ ثانك يو. فريق خدنا بحلمك مستعجل وعم برتب الاغراض ليوصلوا على الوقت. وباخر لحظه شو تذكرت ديالة؟ الطبخ. يلا حبيبتي بكفي هالقد، بدك يساعوا الاغراض بالبيت والجماعة ناطرين، احسن لك تفلي هلا على صغرتها. دارين شاهين خدودة شو مهضومي، وانا حظي شو عاطل، كل اللي بحبهم بيطلعوا مجوزين. ماشي الحال؟ تمام. جايين عند بيت طنط سيدي وعمو عيسى. ايه من جوا، من هون، من جوا دارين، من هون. تفضل ليديز فيرست. اللي ما بيعرفوا فؤاد انه باخر هالزروب رح يلتقى بشخصين ما في ما يوقع بحبهم، بس هل هن رح يحبوه؟ انا بقول ايه. عمو عيسى كيفك؟ منيح؟ تمام؟ كيف صحة؟ منيح؟ عمو عيسى الشباب عمو عيسى. كيفك عمو؟ وين مدام سيدة؟ تيتا سيدة كيفي؟ مرحبا. تفضلوا. نحن لأنه في ضو هون بدنا إياكي تجي لعنا أكثر نشوفك. كيفك؟ كيف تيتا؟ منيحة؟ ايش؟ شو صغرتها اليوم؟ طقس ساقعة وبرد. اليوم برد. ايه؟ عمو عيسى قدي صاركن مجوزين؟ أربعين خمسين سنة؟ خمسين سنة صاركن مجوزين؟ أكثر من 40 سنة. ايه؟ عملكن قهوة؟ قهوة؟ لا نحن جايين شربنا قهوة على الطريق. نحن جايين حتى نعطيكم فرصة، بعد 40 سنة زواج صار وقت إنه أنتم ترتاحوا، ونحن أنا وفؤاد نتجوز عندكم. أوكي. بلد. هني حتروحوا مع ديالا. ديالا. مرحبا. تيتا. اشتقت لك أنا. كيفك؟ منيحة. كيفك جدو؟ منيح؟
انا بنصحكم بالقهوه بس لو كان انا وقت لان قهوتها ما بتتفوت. على الرجع تيتا بما انه هلا دارين قررت انه بدها تعطيكم فرصه انت وجدو عيسى، انتوا رح تروحوا معي بنهار محضرينه لألكن وهن رح يشتغلوا عندكم هون، شو رايك؟ اوكي بدهم يبيعوا سليقات عن جدو عيسى. صح وين لنا سليقات على فوقه؟ سلقت اليوم؟ يا حن عن جد؟ فرجيني اوه وين بدنا نبيعهم؟ شو هيدول؟ بدك تقلها لدارين قد ايه بتبيعهم و هون شو اسعارهم بالسوق عمو؟ هيدا مردكوش؟ بتبيعهم هون للبيوت قد ايه بتبيع؟ هذا شو مر؟ 7000 الكيلو 7000 الكيلو فوزي 7000 الكيلو وما بنرخص وما بنكسر بالكيلو ولا بالباقي؟ بالكيلو بالكيلو شو مهضومة فكرتها ما نشتريهم على ما بدها حقهم يا الله شو مهضومة هون هلا نحن رح نروح نبيعهم نحن رح نبيعهم اوكي حتروح هلا مع بس الغلة رح ترجع لكم اوكي لحظة ما اتفقنا بلا بدكم نشتغل ونتعب شرف على الطريق بده يطلع حقه ايه طيب تيتا انت جاهزه تروحي معنا مشوار بتروحي معي مشوار لا بدنا نبيع ما قالوا لي بدك تلبسي بدك تلبسي في اعطيك 5 دقائق تجهزي حالك ما بتروحي هيك اكيد طيب تلبسي ثيابك ونروح مشوار يلا البسي ثيابك ويلا ناطرينك يلا جاهزه تيتا جاهزه شو حلو هالفستان تيتا كتير حلوين تيابك كتير حلوين عمو بدي اسألك بس كم سؤال هيدي شو اسمها هيدي هاي شو اسمها شوما طيبة ريحة نحطها بس هيدي نحطها للزيتون بس هي ما بتتاكل يعني لا بتتاكل فينا نمشي يلا 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 سلو اكيد شوفت كنت تشفى الدنيا تشفى الدنيا كلها طيب فيني اعرف تيتا السيدة ليه بيعيطوا لكم عيسى وعسية بالضيعة؟ ليه نبهتوا عيسية على عيسى؟ أنا أول مرة جيت تعرفت عليكم بعرف إنه ما عندكم بعرف إنه هيدا الشيء من ربنا بس أنا اليوم بدي أطلب مني طلب فيكن تعتبروني بنتكم لهيدا النهار وعاد من وحده وهيك اخذنا بركه سيده وبلشت الرحله بقلب صافي وبال مرتاح طيبين ومحبين ومستحيين من الفرح تيتا جدو قد ايه لكم ما حدا عملكم مفاجاه ما حدا بكل هالعمر ما حدا أخلى عيونك حكينا ولولا عيونك ما جينا جيت لعنا عزغرتا وعاهد ما خدتونا ويلي يحبك يا ديانا بين كل الناس مالو عليكي عليكي بيك إذا حط كل مالو يا عيونك عالطفل إذا بيوم ماله بيتكهرب بسرعة من الهدى يقولوا لي مين عيخفليك مين عيخ تعميكي إكر مين لأن أنا العذرة مع العذرة ما دشرت وحياتكم ومجدتك كتير حلوة عليا ها أول مرة وبتضحك وتطلع من تنة الزرغوطة 40 سنة سوا على المرة قبل الحلوة ان شاء الله كل شيء عزاكم وبسطكم وانا بخلص
انت عبده. الاسم ما هو عبده، انت عبده. برحمة أختي ما كنت مبسوطة، بس يمكن أبسوطة معي فرح قلبي هيك وضحك السنة. كنت تعبانة؟ مبسوطة هلأ؟ إيه مبسوطة بنازلكم. شو أطيب أكلة بتعمل لك إياها التيتا؟ جدر لوبيا. جدر لوبيا وطبخة طيب؟ عيسى وعيسية مع ديالة مبسوطين ومش عارفين شو بعد ناطرهم. أما دارين وفؤاد فقصة تانية كليا. فزت الأسامي؟ أوكي أوكي. شو مار؟ هيدا دنب الفرس. دنب الفرس. وهيدا شو مار؟ أوكي. وهيدا الرينة. ها الرينة. ها الصراحة مش سامعة فيها هل الرينة ولو؟ دوقيها دوق دوق القرينة. كيف بتتاكل؟ هيدي بتتاكل تجي مع الكيف وقت الهيدا بتتاكل. دوق. أنا عم قلك موسائي فيي. أوكي فؤاد. أوكي. هلا تيتا وجدو راحوا ونحن صار لازم نروح نبيعهم للهيدا. فريق العمل حيهتم بالبيت جوا. آه فريق العمل حيهتم بالبيت. أوكي أوكي. ونحن لازم نبيع؟ انت بتعرفي بيع شي مره قبل عربيه دارين؟ ايه بيع قبل بتقلي ايه؟ مش بوين اي متى بيع قبل العربيه؟ ولا بيع بالحلقه بحلقه. ايه شو بعتي؟ خضره. شو خضره؟ عملتي رديه؟ ايه بدك تعيطي بدك تقولي انه شو قولي لي شو بتقولي يا صاحبي تبيعي هون؟ ما حيطلع مني تعيدي وراي. اوكي. يا عالم يا هو يا عالم يا هو هل يا عالم يا عالم يا هو هيك يا عالم يا هو خلص الحقيني انت مشي وراي. يلا يلا اصلي الكيلو ب7000 اليوم ب6 ايه عم ندفع 2000 يلي بده يشتري اصلي. يلا اصلي كبرني ربك صغرتويه كنا صغرتويه. انا مجنون. بدك تشتري منا اذا بدك تصور صوره بقلب. يلا اصلي 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 4000 يا زلمه الكيلو منيح للخويري قطف اليوم طازه. هيدي طيبة مع بنتي. تفضل. شو؟ عن جد مدام. الله يخلينا اياك ويخلي لك ولادك ويحفظك وهيدي استفتاحية اليوم. ميرسي. كولوا وفرفح بطنك. كولوا وفرفح بطنك. كولوا وغنش درسك. يلا عسلي ويلا عسلي. يلا. تاكل بتنام. ترجع بتفيق. الله عليك. تع تع تع. تفضل. يا هلا يا هلا. وصلت لي قلبك. شو؟ بعمل لك تشكيلة. ليك أول شيء ظبط لي هون شوي. تع عمو تع حبيتك تع. برافو عليك. هيك لازم الواحد يكون كريم ويشجع الزراعة الوطنية، أوكي عمو؟ برافو. يسلموا. حد جمعيهم، شو صار معنا لهلا؟ 5 6 7 8 ميرسي كثير. 9 ميرسي. سلي بدك صف بعطيك بالسيارة 3000 الكيلو. الكيلو ب 3000. ايه يلا. ايه 3000. يلا حطي لنا كيلو دارين عملي معروف. سلي 2000 ليرة. سلي ب 2000 ليرة. ب 2000 ليرة بدنا نبيع بقى. خلص يلا 2000 ليرة. يلا لا ما بدنا مليون بدنا 2000. ما معك فراطة؟ صحتين. اوكي نحن هلا خلصنا بيع. ما نحن عم حبيبي. ميرسي حبيبي. واذا في كمان شوية تبولة اعملي معروف. اوكي قولي للماما فؤاد بده شوية تبولة. هيك تبولة. تفاحة ب 15000 ليرة. ميرسي. اشرب قهوة؟ ايه اشرب قهوة. نعمل؟ ايه اشرب قهوة. يلا. يلا. عن جد شي انه انعزمت على فنجان قهوه راحت. حبيبتي هلا قلتلك شو دارين كان عم بتبيع سليق اليوم وكثير تعبت. ايه انا سامعه حدا عم ببلغ بدي تلبس البوزات على النور رح يحترقوا. سرق لها اكثر من شي 5 دقائق بتبيع تعبت كثير يعني ايه فقررت تقعد ترتاح. بس بيناتنا ضيافة صغرتوية ضيافة على الأصول. ما
ميرسي كثير انبسطت، ميرسي كثير، وميرسي على استقبالك الحلو بتعقدوا عن جد. والله خليكم لبعض عن جد، اهل صغارتها مثل ما بنسمع عن جد. باي باي باي، ميرسي كثير، باي. الله يسلمك. ايه في هيدا الشيء؟ طيب يلا انت بتاخدي، انا جبته بالمجي انت بتاخدي بالرجعه. يلا انا وياك بنشتغل سوا سوا. يلا. البيت كان بحاجة لترتيب ولتوزيع أغراض كتير جديدة وقديمة. فريق خدمة بحلمك بلش بهيدي المهمة وأنجز بأسرع وقت ممكن تركيب غسالة، تعبئة البراد، توزيع الكراسي، ترتيب الطاولة وتركيب الخزانة. كله خلص جوا، بس برا شمس نيسان عملت عمايلة برأس فؤاد ودريان. نحن خلصنا، نشكر الله نفقنا. هلا بدنا نشوف فريق العمل شو عملوا بالبيت من جوا، كيف رتبوه. يلا خلينا نشوف. يعطيكم العافيه. مرحبا. شو؟ نحن خلصنا بالمبدأ، خلصنا يعني. هلأ بيبقى نشوف إذا هن مبسوطين مع الديالة. بتخيل هن مبسوطين إيه، وإن شاء الله كمان يحبوا القصص اللي عملناها بالبيت. يعني عرفت القصص اللي حطيت، ولكن إن شاء الله أنه يحبوها. مصاري دخلك وين؟ حطولن إيه من جوا؟ يا الله أحطولن إيه هون هون. إيه فؤاد؟ إيه تفضلي. مرسي، يعطيك ألف عافية. شو عاملين نتغدى؟ يلا روح نتغدى. كنا عم بيع الطريق. هلا اول شيء دارين كثير عذبتنا تتعلم الرديات، وما فيها تقول سليق، بدها تقول سليق وما بتقدر لانه كثير عرفت، فانه كان صعب هذا الشيء، بس تعلمت كم رديه بالاخر. مش الحال الحلو فيها انه بتتعلم بسرعه بعد 17 مره تفهمتها. هلا العالم هون كثير حلوين لانه كتير بتحسهم كريمين، كتير عبالهم يشجعوا، مهضومين يعني الجو مهضوم. كل يجي يشتري معنا بحب حس ثلاث ارباعهم عن جد مش عايزين يعملوا سليق هلا، والكل عم بيقولوا لنا بعدنا طالعين من السيم وهلا صار فينا نرجع ناكل لحمه تنرجع على الحشيش. فبس لانه محبين وكرمة وهيك كان البيع كتير هين. وانا بعتقد كتير بعنا منيح من ورا دارين، لانه دارين قد ما انه مدام حلوه وهيك كل بيجي بالحجه طيب يا بس هو كرمال يسيرها يعني. أكيد أنا يعني أنا كمان أنا اللي استعملت جسمي كثير. والبحر حقل بس أزرق مفتوح مثل كف الكريم. تحت السما تجمعت إيدين عم بتدور على رزقتها، ومع النسمات وصل صوت عتاب قديم. على البحر مكان السفور، مين تلوع مثلي وتلوع والنطور. أهلا وسهلا فيكن بالمينا. مرحبا. آخ لو الحياة مثل دفة هالمركب من ديرة عهوانا، لو فينا نرسم طريقة بإيدينا ما كان حدا ضاع. شوفوا مين الكابتن. كابتن عيسى. اوه هاي نسوقة الباخرة. عم يسوق بمركب اسمه الأميرة مريم. الأميرة مريم؟ المركب اسمه الأميرة مريم. من فرحة الختيرة عرفنا أنه الحزن واجب والفرح كمان. الله الله. عم بيرقصوا من الفرح، عم بيضحكوا من الرضا. أين عين بحلم كتار منا بيعتبروا عادة، لعيسى وعيسية هاليوم مش عادي.
هاليوم مأجل من سنين، مأجل من ربيع بعيد، حل وقته اليوم. لا هوى البحر بكاهن ولا الندم على اللي فات، الدمعة اجت وحدة وغابت بخطوط العمر. يسلموا كابتن. يسلموا هالمشوار الحلو. حظوظهم كانت مد وجزر. كيف كان هالمشوار؟ ولك عينيك وعينيك بتسوى الدنا الدنا الدنا. تسلمي. 40 سنة سوا، ودعوا كتير شموس واستقبلوا قمار سوا، أخدونا بحبهم. ايه بعد في خير، وبعد الدنيا بخير. الضحكة الصادقة ما بتنشرى، والدعوة الصافية ما بتنرد. الحلم ما له عمر، وحده كل ما كبر برجعنا ولاد صغار. ودعونا بضحكة وغمرة ودعوة، ودعناهن بحلم. خذونا بحلمكم.